هاي ماميز، كيفنا اليوم؟ اليوم بدنا نحكي عن التبول اللا إرادي. بحب أقولكم إنه التبول اللا إرادي موجود عند الأطفال، كمان موجود عند الكبار، بس نحن بدنا نحكي عن الأطفال. كل ولد بيختلف الجهاز البولي عنده عن الولد الثاني وقدراته على التحمل وقدراته على حبس حاله والجهاز والعضلات، كل واحد مختلف عن ولد، يعني كل ولد مختلف عن الولد الثاني. بس بحب لكم انه الولد ببلش يتحكم بحاله كتير منيح بعد عمر الثلاث سنين. اذا ابنك ما تحكم بحاله بعد عمر الثلاث سنين وضلوا للست سنين، هيدا الشيء كتير طبيعي، خصوصا اذا صبي. الصبيان بيتاخروا عاده. بقى بنصحكم يا ماميز ما تعطوا ادويه لاولادكم الا ليخلصوا ست سنين. هلا برجع بقلكم، اذا ضلوا ابنك ست اشهر متواصله ما يعمل تحته وفجاه عامل بيبي، اكيد 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 في سبب، بيكون برد، شرب مي زياده، شرب شاي، اكل شوكليت محفز. كل هولي بيساعدوه، مش معناته انه هو عنده تبول لا ارادي. اما اذا ابنك بالاسبوع الواحد بيعمل مرتين لثلاث مرات بيبي كل يوم كل يوم كل ليله كل ليله، هيدي معناتها انه هو عنده تبول لا ارادي. هلا حنحكي عن الاسباب الجسميه، اسباب بجسمه للولد، وبعدين بنحكي عن الاسباب النفسيه. اكيد انا مني طبيبه حكيمه اطفال، بس حقلكم عن الاسباب الجسميه المعروفه. فقر الدم بيعمل تبول لا ارادي، زياده التوكسينات بالجسم تعمل تبول لا ارادي، اذا ابنك عنده دود بمعدته بيعمل تبول لا إرادي، إذا عنده مشاكل أكيد بالكلى بالمحالب بالمسالك البولية عنده التهاب بيعمل تبول لا إرادي، إذا ابنك عنده سكري لحمية بمناخيره بيعمل تبول لا إرادي، وإذا أكيد ابنك بيعاني من الإمساك. هيدول الشغلات جسمية بتخلي الولد ما يقدر يعمل كنترول على حاله وبيعمل بيبي بالليل. يعني تخيلي تخيلي شغلة صغيرة كتير انه ابنك اذا عنده لحمية بمناخيره بيعمل بيبي تحته، يعني هيدي شغلة صغيرة. وتقولي لي شو خص المناخير، صح؟ بس لانه بيضله عطشان وبيضله فاتح ناشف ريقه وبيضله يشرب مي 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 مي، ما بيقدر يوقف شرب مي مشان هيك. بقى لازم اول شيء ناخد الولد عند حكيم الصحة، نتأكد انه كل هول ما موجودين عنده. يعني اذا ابنك تخيلي عنده فقر دم وعنده دود بمعدته وعنده لحمية بمناخيره وعنده مثلا التهاب بول وعنده امساك، يعني ليه عنده تبول لا ارادي؟ لانه عنده كل هول، لازم نعالج فيهم شوي 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 شوي. هلا حنخلص الأسباب الجسمية وننتقل للأسباب النفسية. أكيد مثل العادة حطي دفتري قدامي. رح نحكي عن الأسباب النفسية للتبول اللا إرادي. الأسباب النفسية حتكون الخوف، الخوف من الليل، الخوف من الحيوانات، الخوف من العتمة، أي نوع من أنواع الخوف، وعندنا 7000 نوع من الخوف بالدنيا، يعني أكثر من 7000 نوع. الصدمة النفسية، إذا كانت في خلافات أسرية وفي صريخ وعيط ومشاكل بين الأم والولاد والأب والأم وكل هول، وإذا كان بالمدرسة، إذا كانت معلمته قاسية المدرسة قاسية عليه، وكمان الغيرة من المولود الجديد، الغيرة كمان بتخليه يعمل تبول لا إرادي، وكمان الدلال، إذا كان الولد مدلل كتير، وإذا كان الولد وحيد، إذا كان صبي على بنات أو بنت على صبي، يعني أو بالعكس، يعني بصير عنده تبول لا إرادي. فرط الاهتمام وإنه هو مركز الكوكب الولد بصير عنده تبول لا إرادي. إذا حاولنا نعمل قوانين جديدة بالبيت وحاولنا نكون صارمين وبدنا نمشي على المسطرة والقلم، بنلاقي الولد بلش يعمل تحته بالليل. ليه؟ علشان يلفت الانتباه وعلشان يخربط لنا المواضيع. يعني بقى هيدي بيكون الولد كتير ذكي وعنده حيل كتير ذكية. كمان لما نحاول نعامله معاملة مختلفة عن اخواته
ويكون هيدا الولد مثل الطفل المنبوذ، اكيد حيكون عنده تبول لا ارادي. هلا بنكون خلصنا الاسباب الجسميه والنفسيه للتبول اللا ارادي. اعراض التبول اللا ارادي، شو بحس الولد يعني شعوره اكيد نفسيا، عم نحكي عن الولد. اول شيء بيكون عنده شعور كتير كبير بالنقص، لانه الولاد بيعملوا شيء هو ما قادر يعمله، سو عنده شعور بالنقص، عنده شعور بانه فقد الثقة بنفسه، بصير قليل الثقة بنفسه لانه بضله مستحي وخجلان لانه عم يعمل هيك بس هو ما بايده، بيفقد الامان والطمأنينة، بصير خويف، بصير عنده فشل بالدراسة. طبيعي اذا كان خجول وما عنده ثقة بنفسه وعنده شعور بالنقص وعنده ما عنده امن والطمأنينة، اكيد حيكون يفشل بالمدرسة. بصير عنده تأتأة وبصير ياكل ضفيره او ينتف شعره، يعني بكون قاعد وقاعد ينتف بشعره. بصير عنا حالات من العناد والتخريب والانتقام. ليه بصير عنا تخريب وانتقام؟ لانه بصير بده يبين، يظهر حاله ويبرز ذاته بطريقة، اكيد الطريقة حتكون سلبية لانه هن مشاعره سلبية منهم مشاعر ايجابية. بصير عنده سرعة غضب، كثرة النقد، الاضطراب النوم والاحلام المزعجة، بصير يخاف ينام علشان ما يعمل تحته مثلا، او يخاف يروح على التخت، او يصير يخاف من الليل عشان اذا اجى النيل بيعطى الهم انه هو هلا بده ينام علشان بده يعمل تحته بس ينام. وبصير اكيد عنده كوابيس واحلام مزعجة. كل هول الاضطرابات بتتخيلوها انه هي بتصير مع ولد عنده تبول لا ارادي، مخيلين حالته النفسية كيف هي، وكل هيدا ممكن ينحل بطريقة كتير 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 سهلة وكتير كتير كتير هينة، وبإيد كل أم إنها تحلها إذا كانت نفسية أو تاخدي عند الحكيم إذا كانت جسمانية. وهلا بنكون خلصنا العوارض يلي عنا والحالات تعول التبول اللا إرادي. اكيد اكيد مثل ما بتعرفوا كل فيديو في علاج رح يكون اطول من الفيديوهات العادية، لانه لازم نحكي فيه ونفهم المامز كتير منيح عن العلاج. اول شي لازم وقف كل فيديو حتسمعوني عم قولها، نوقف مدمرات العلاقة بين الام وبين الاهل والطفل، اللوم النقد كل هول يلي بتسمعوني دايما بقولهم لازم نوقفهم ابدا ابدا ابدا. لازم نوقف الصراع الحاصل بين الام وبين الاب او بين الاخوة، وهيدا الاضطراب يلي صاير بالبيت والستريس يلي صاير بالبيت لازم نخففه. لازم نعمل بيئة امنة وبيئة مليئة بالحب علشان والامان، علشان يرتاح شوي نفسيته للولد. كمان لازم نشبع حاجاته النفسية من الأمن والتقدير والاحترام للولد، ونعلي روحه المعنوية دايما دايما دايما. لازم ساعد ابني اذا كان وصل لمرحلة الفشل الدراسي، لازم ساعده واقف حده واقعد درسه واقعد مرنه علشان علي الثقة بنفسه. لازم ما بيلغ بالعطف معه، يي حرام يي لا ما حدا يحكي هيك، ما حدا يقول حده، شش ما تجيبوا سيرة، خلص تركوه على السكات، بضبطب بغسل بنشل الفرشة هيك على السكت علشان ما ضايق مشاعره. لا انا ما لازم اعمل هيك، لازم فهم الولد انه هيدا الشيء صحيح غلط بس هيدا الشيء هو عم يعني بقوم فيه، وان شاء الله بكرة لح يصير احسن ولح يتحسن، واذا تعاوننا انا وياه واذا صرنا مع بعض لح يكون شيء كتير كتير مهم ويقدر ينقذ نفسه. كمان لحا نقول انه ونفهم الولد انه هيدا الشيء منه وراثي، وهيدا الشيء نحن بنقدر نسيطر عليه، مش انه شيء خارج عن ارادتك انا ما بقدر سيطر عليه، الموضوع خلص ما بقدر انا، ما انا ما انا
ما انا هيدا النفس التانية جوا هي اللي عم تعمل بيبي مش انا، هيدا الشيء منه صحيح. بدنا نفهم الولد انه هيدا الشيء بايده، هيدا الشيء بارادته، هيدا الشيء بيقدر هو يسيطر عليه، هيدا الشيء منه وراثه وما من بيورثوه، هيدا الشيء لازم نحن نركز عليه مع الولد. وانه هيدا بيتعالج والعلاج تاعه كتير 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 بسيط، ومع تعاون معي انا ومع الدكتور تاعه رح يصير هو كتير منيح. لازم خلي الولد اعمل له نظام للحمام خصوصي بالاشهر الاولى. يا مامي بحب ركز كتير منيح انه مش نحن بنقول باللبناني مسحة رسول، الشغلة منها مسحة رسول، مش اليوم بلشت له علاج اسبوع وخلص مش الحال، لا. اذا اسبوع مش الحال حيكون كتير منيح الولد بيرفكت، بس بدك شهر اثنين ثلاثة بدك تضلك مسابرة 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 وما تستسلمي ابدا. وبدنا نفهم الولد هالشي انه هو مش خلص يستسلم مجرد انه اول مرة ما زبطت تاني مرة ما زبطت، انه هيدا رح ياخد معنا وقت كتير اشهر. لازم نفيق الولاد بالليل وهو نايم، وما نفيقه نحمله ليروح على الحمام، نفيقه ليفيق ليصحى ويروح معنا على الحمام، ما نحمل الولد. وشوي شوي نصير نبعد المطرح يلي منوصله عليه. يعني هلا انا وصلته وخليته يفوت على الحمام بالحمام عادي، مرة الجاي بعد اسبوعين ثلاثة بصير وصله عبي بالحمام بقول له اعمل حمام ناطرتك، بعدين بصير ببعد شوي بالكوريدور روح على الحمام وتعا. شوي شوي بلش ابعد 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 المسافه ليتعود يفوت على حاله على الحمام. ما عم قلكم الشغله منا هينه، بس لازم تسابر عليها يا ماما. لازم نحن نخلي الطريق من التخت للحمام يكون مضوى، لانه في ولاد بتخاف من العتمه وما بتقوم على الحمام لانه الدنيا عتمه، سو بتفضل تعمل تحت على انه تفوت على الحمام بالليل. لازم اذا اكيد اكيد مثل العادة اذا مرق يوم ما عمل فيه بيبي لازم نشجعه ونعطيه هدية ونزقف له ونغني له وعلى دلعونة على دلعونة لانه ما زبط، لانه زبطت معه هيدي المرة. وقد ما فينا نضلنا نشجعه نشجعه نشجعه. المشكلة اللي حتكون عنا بكل هول يلي حكيتهم هي اذا الولد نومه تقيل. اذا الولد نومه تقيل وفيقناه ما بفيق وعملنا كل هول لا روح ولا تعا، نايم نايم نايم، بدنا نحاول نخفف له النوم تاع، يعني شو بقولوا تقل النوم تاع بالليل، سو حنعوده انه ينام بعد الظهر. لازم نعوده انه ياخذ ناب بعد الظهر، لانه الناب بعد الظهر بتخفف من تقل النوم بالليل. لازم كمان دايما نحكي مع ابننا انه كل شيء له حل وما في شيء له ما في شيء ما له حل، وانه هيدا الموضوع مع بعض رح نقدر نحله يعني نحن وياه. كمان ما ننسى نعمل جدول نحطه على باب الحمام، هو جدول المكافآت والتعزيزات لما يفوت على الحمام، نحط له ستيكر نحط له شيء، وليه على باب الحمام؟ علشان يكون ريليتد، يعني تكون عنده الفكره ريليتد هيدا خصو بالحمام. كمان اخر شيء بحب اقول لك انه كوني هاديه ورايقه، واذا صرختي عليه لا حيقدم ولا حيأخر، واذا ضربتي لانه فاق عامل بيبي كمان حتزيدي الطين بله. سو يا مامي الهدوء الهدوء الهدوء، الامومه بدها هدوء. وهيك بنهايه هيدا الفيديو بحب لكم، هيدول نصايحي لكم، وبحب لكم ميرسي اورفو.